بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرس 24، تابع مضاعفات الأعداد باستخدام مخطط 120. لون مضاعفات العدد 5. مضاعفات العدد 5 يبقى هنبدأ بالخمسة ونزود عليها 5 تبقى 10، ونزود 5 تبقى 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50. لو لاحظنا مضاعفات العدد 5 كلها الأحاد بتاعها يا إما 0 يا إما 5. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 5. 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات. 3 في 5 ب 15، 4 في 5 20، 5 في 8 ب 40. كام في 5 بيساوي 35؟ 7 في 5. أكمل جدول مضاعفات العدد 5. 5 في 0 بصفر، 5 في 1 بخمسة، 2 في 5 بعشرة، 3 في 5 بخمستاشر، 4 في 5 بعشرين، 5 في 5 بخمسة وعشرين، 5 في 6 بثلاثين، 5 في 7 خمسة وثلاثين، 5 في 8 بأربعين، 5 في 9 خمسة وأربعين، 5 في 10 بخمسين. صل البطاقات المتساوية. 5 في 8 بأربعين، نوصلها مع الأربعين، فين الأربعين؟ الأربعين 50 ناقص 10، 50 ناقص 10 بتساوي 40. 5 في 9 بخمسة وأربعين، 2 في 7 بأربعتاشر، 4 في 4 بستاشر، طب فين الستاشر؟ 2 في 8 بستاشر. 5 في 10 بخمسين، فين الخمسين؟ 30 زائد 20. مضاعفات العدد 6 باستخدام مخطط 120، لون مضاعفات العدد 6. يبقى هنبدأ بالستة، نزود عليها 6 تبقى 12، نزود 6 18، نزود 6 24، 30، 36، 42، 48، 54، 60. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 6. 6، 12، 18، 24، 30، 36، 42، 48، 54، 60. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات. 3 في 6 18، 5 في 6 30، 6 في 7 42. طب كام في 6 ب 42؟ 7 في 6 ب 42. أكمل جدول مضاعفات العدد 6. 6 في 0 0، 6 في 1 ب 6، 2 في 6 ب 12، 3 في 6 18، 4 في 6 24، 5 في 6 30، 6 في 6 36، 6 في 7 42، 6 في 8 48، 6 في 9 54، 6 في 10 60. صل البطاقات المتساوية. 4 في 6 ب 24، ال 24 يعني 4 زائد 20. 6 في 6 36، 4 في 5 ب 20، فين ال 20؟ ال 4 اتكررت 5 مرات، يبقى 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 بتساوي 20. 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، الستة اتكررت كم مرة؟ 5 مرات، يبقى معناها 5 في 6. مضاعفات العدد 7 باستخدام مخطط 120، لون مضاعفات العدد 7. يبقى هنبدأ بالسبعة، زائد 7 يبقى 14، زائد 7 يبقى 21، زائد 7 28، زائد 7 35،
زائد 7 42 زائد 7 49 زائد 7 56 زائد 7 63 زائد 7 70. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 7. نبدأ بالسبعة: 14 21 28 35 42 49 56 63 70. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات: 2 في 7 14 4 في 7 28 6 في 7 ب 42 كام في 7 ب 70 10 في 7 ب 70. أكمل جدول مضاعفات العدد 7. 7 في 0 ب 0 7 في 1 ب 7 2 في 7 ب 14 3 في 7 21 4 في 7 28 5 في 7 35 6 في 7 42 7 في 7 49 7 في 8 56 7 في 9 63 7 في 10 ب 70. صل البطاقات المتساوية: 7 في 7 49 49 يعني 9 زائد 40 7 في 8 56 7 في 10 70 70 يعني 50 زائد 20 7 في 9 63 6 في 7 42. مضاعفات العدد 8. باستخدام مخطط ال 120 لون مضاعفات العدد 8. يبقى هنبدأ بال 8: 8 زائد 8 16 16 زائد 8 24 24 زائد 8 32 32 زائد 8 40 40 زائد 8 48 48 زائد 8 56 56 زائد 8 64 64 زائد 8 72 72 زائد 8 80. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 8. نبدأ بال 8: 16 24 32 40 48 56 64 72 80. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات: 1 في 8 ب 8 4 في 8 32 10 في 8 80 كام في 8 ب 72 9 في 8 ب 72. جدول الثمانية: 8 في 0 ب 8 8 في 1 ب 8 8 في 2 16 8 في 3 24 8 في 4 32 8 في 5 40 8 في 6 48 8 في 7 56 8 في 8 64 8 في 9 72 8 في 10 80. صل البطاقات المتساوية: 8 في 3 ب 24 8 في 5 ب 40 فين ال 40؟ ال 40 4 في 10 7 في 7 49 6 في 8 ب 48 ال 48 يعني 50 ناقص 2 6 في 10 ب 60 وال 60 40 زائد 20. مضاعفات العدد 9. باستخدام مخطط ال 120 لون مضاعفات العدد 9. نبدأ بال 9: 9 زائد 9 18 زائد 9 27 زائد 9 36 زائد 9 45 زائد 9 54 زائد 9 63 زائد 9 72 زائد 9 81 زائد 9 90. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 9.
يبقى هنبدأ بالتسعة. 18 27 36 45 54 63 72 81 90. أكمل الجدول التالي باستخدام المضاعفات: 2 في 9 18 4 في 9 36 6 في 9 ب 54. طب كام في 9 بيساوي 45؟ 5 في 9 ب 45. جدول التسعة: 9 في 0 ب 0، 9 في 1 ب 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36، 9 في 5 45، 9 في 6 54، 9 في 7 63، 9 في 8 72، 9 في 9 81، 9 في 10 ب 90. صل البطاقات المتساوية: 9 في 7 9 في 7 ب 63، 9 في 8 ب 72، 72 يعني 70 زائد 2، 9 في 10 ب 90، 90 يعني 50 زائد 40، 8 في 8 ب 64 يعني 67 ناقص 3، 5 في 7 ب 35. مضاعفات العدد 10 باستخدام مخطط 120، لون مضاعفات العدد 10: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اكتب قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 10: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. أكمل الجدول: 3 في 10 ب 30، 5 في 10 50، 7 في 10 70، كام في 10 بيساوي 100؟ 10 في 10. جدول العشرة: 10 في 0 ب 0، 10 في 1 ب 10، 10 في 2 20، 10 في 3 30، 10 في 4 40، 10 في 5 50، 10 في 6 60، 10 في 7 70، 10 في 8 80، 10 في 9 90، 10 في 10 ب 100. صل البطاقات المتساوية: 10 في 5 10 في 5 ب 50، فين ال 50؟ 30 زائد 20، 10 في 8 ب 80، 40 زائد 40 80، 5 في 7 35، 7 في 9 63، 10 في 7 ب 70. إن شاء الله الدرس القادم تدريبات على درس مضاعفات الأعداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.